كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بروفيسور شيرشر ديال كلية علوم بطنجة جامعة عمان بشادي. شكرا أخي كريم سي طارق. أولا أجل سعيد اليوم أن أشارك في هذا اللقاء. دونك سي لو هذا سي لو فونتيلوب 1.6 دونك سي نوتر برومي بروتوتيب لي البروفي ديالو غيكون محطوط على اس تي ام لوب. كما قلت البروفي ديالو غيكون محطوط اوبن سورس باش كلشي يقدر يكون عنده واحد لاكسي لتوسكي تكنيك سيستيم ميكانيك الكترونيك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك دابا ندير واحد لابوتي ديمونستراسيون ديال الاستخدام ديالو. الدوزيام ديالو مشغل. كما كتشوفوا انا واحد ليكرون هنا كتافيشي لنا توسكي فوليوم بريسيون اي سيكل بار مينوت اللي كنقدروا نتحكموا عليها بالمنيو اللي عندنا. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a une simulation des poumons qui nous fait ou qui nous fait. Ou bien sûr, on a toutes les informations pour le travail visuellement. Par exemple, saut, c'est qu'on a la fois la machine qui démarre ou la marche démarre. Donc, on a fait ce qui est le Maghreb, Charchouj, je suis obligé de voir. Il y a le Covid-19 au Maghreb, d'acquis de Z. Donc, on a ce qui est marteau de Zaf, de Zaf, de Lhoué, etc. 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 فقلت بالي بلي انا كمواطن خصني ندير شي حاجه باش نعاون البلاد. فتما في مديت كنصاوب لي ديزاين واحد لي ديزاين ميكانيك ديزاين الكتريك ديال واحد الفونتيلاتور ميكانيك كما كتشوفوا هو هذا. دونك صاوبت بيان سور بليزيور ديزاين لي تيستيتهم وكاين اللي خدم كاين اللي ما خدمش. ودونك شدينا لا ميور سوليسيون اللي هي هذا فينتيلوب فيرسيون 1.6 والحمد لله ما داناش بزاف د الوقت وتقام رخيص بزاف. دونك الثمن ديالو كان اقل من 2000 درهم دونك لا برودكسيون غتكون رخاص كثار. وشكرا للسبونسور ديالنا. ان شاء الله لا برودكسيون غادي نقدروا نصاوب واحد ما بين 30 حتى ل 50 وحده في النهار. اي بيان سور واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف بلي هذا البرودوي هذا غيكون اوبن سورس. دونك توت لي دوني ديالو اللي هما ديزاين ميكانيك الكتريك البواتي ديالو كلشي غيكون اونلاين باش اي واحد داخل البلد او خارج البلد يقدر يصاوب واحد بحالو يقدر يحسنو يقدر يصوفي دي في. يعني مثلا الا خصو ينقلوا واحد المريض مثلا من طنجه لكازا ولا من اي بلاصه راه عنده اون باتري انترن كتقدر تعطيه واحد لوبيراسيون ديال 3 اور. وبيان سور اون فوا كيوصل لوبيتال كاين هنا البريز ديال 220 اون فوا كتبرونشي كيولي خدام ب 220 وكت او ميم طون راه كتشارج لا باتري ديالها باش الا بغات تخدم اكسترنمون يعني تموبيليزي. دونك سي ان سيستيم كي يما يقدر يكون خدام بدي كومبريسور ديال الريح ولا يقدر يكون خدام بلا من ذاك اللي كتشوفوا تما. فدرت له واحد السيستيم ميكانيك باش يبدا خدام براسو ودرت له سيستيم الكتريك باش يكون انتيليجون باش يقرا لا بريسيون يقرا لو فوليوم باش الدكتور يقدر يتحكم فيه بسهوله. دونك هاد البرودوي هذا 100% مصاوب في المغرب برودوي محلي ديزاين ديالو تصاوب في المغرب لي بيس ديالو كاينين في المغرب. دونك بيان سور حنا كنشوفوا باللي كاين اجهزه بحالو تقريبا دونك داخل الوطن وخارج الوطن. وكنشكروا اي واحد عمل شي مجهود باش انه يصاوب شي حاجه كانت عندها علاقه بلا فونتيلاسيون ولا لا كنشكروا اي واحد دار شي مجهود. دونك هذا البرودوي هذا الميزه ديالو هو انه بورتاب دونك عنده واحد لاباتري انترن كتقدر تعطيه واحد لوتونومي ديال 3 اور الا بغاو مثلا يحركوا واحد المريض من المدينه للمدينه ولا بغاو يستعملوا فهمتي في لومبيلونس ولا شي حاجه. دونك كاينه داك لوبسيون كيخدم ب 220 دونك يقدر يخدم بالضو. الكو ديالو رخيص دونك قل من 2000 درهم فلا برودكسيون غيزيد يهاود لكم ان شاء الله. وحتى دونك الاستعمال ديالو ساهل بزاف دونك الدكتور غيجي الاستعمال ديالو ساهل بزاف دونك ما يحتاجش في فورماسيون اللي هي تاخذ الوقت ولا شي حاجه دونك بسهوله غيعرف يخدموه. حنا حاولنا نبقاو سيميلير دي فونتيلاتور اللي كاينين دابا ونحسنوا داك لي سيستيم ديالو. دونك بيان سور واحد الميزه اخرى اللي هي لوتوريزاسيون ديالو كوميرسيال ما تكونش صعيبه بزاف لحقاش ديجا حنا كنخدموا واحد ليكيبمون اللي هو ميديكال ديال البي ام في باك اللي كاين هنا. وان شاء الله دونك ما غيكونش مشكل لا في لا كوميرسياليزاسيون ديالو لا في لي زوتوريزاسيون ديالو. ان شاء الله نقدروا نسوفيو دي في بهذا البرودوي. كان لنا الشرف ان بين النداء ديال المهندس علاء صاحب الفكره وصاحب المشروع اننا نساهموا معاه في صناعه التصميم ديال هذه الاله ديال الاكسجين باش ان شاء الله باذن الله نتمكنوا من انقاذ ارواح ديال المغاربه والمواطنين كاملين الحمد لله يا ربي. وكذلك ارتئينا اننا نخدموا بدي ماتير اللي هما ديسبونيبل اللي هما كيتوفروا على معايير السلامه وكذلك متاحين في السوق المغربي. وبالنسبه لسرعه الانجاز تمكننا حنا والتقنيين اللي معايا
من انجاز هذا التصميم هذا في 24 ساعه، وكنأكدوا اننا اذا ان شاء الله خرج هذا المشروع هذا من النور اننا نتمكنوا من انجاز 50 وحده يوميا ان شاء الله باذن الله. وهذا مجرد واحد التبرع بسيط اللي قمنا به من اجل الوطن ديالنا ولبينا نداء الوطن. كما اشير اننا كنا سباقين الى الطبع كم هائل من المطبوعات التوعويه اللي عملنا لانونس ديالها في الجرائد الالكترونيه، كانت مجانا وتعطات من الجمعيات اللي تعطات مجانا. كما اشير ان الشركه ديالنا المطوله ديالنا تضع ران اشاره الشباب الطموح اللي عنده غير على البلد بغي يخدم اي حاجه في مصلحه البلاد من اجل محاربه كوفيد 19، انني اضع رهن اشاره ديالو جميع الالات اللي كتوفر عليها في الشركه اللي عباره عن طبيعه ديال الترواد وكذلك طبيعه رقميه في المتناول ديالهم لاي عمل مجاني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.